الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين باب اخر من ابواب كتاب الحجه من كتاب الكافي الشريف باب ثبات الإمامة في الأعقاب، وأنها لا تعود في أخٍ ولا عمٍ ولا غيرهما من القرابات. الحديث الأول من أحاديث هذا الباب عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: «لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين أبداً». انما جرت من علي بن الحسين كما قال الله تبارك وتعالى: "وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله" فلا تكونوا بعد علي بن الحسين إلا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنزل آيتين بألفاظ متشابهة، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الآية الأولى في الإمامة، والآية الثانية في الإرث، أما الآية الأولى فهي في سورة الأحزاب، حيث يقول الله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وأما الآية الثانية فهي في سورة الأنفال حيث يقول الله جل وعلا في آخر آية من هذه السورة والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله كا إن الله بكل شيء عليم. أما الآية الأولى التي هي في سورة الأحزاب وهي ترتبط بموضوع الإمامة فهي تبين أن الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه واله هو الاقرب الى الرسول صلى الله عليه واله رحما واقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه واله هو امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام لان أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام هو ابن أبي طالب ورسول الله محمد صلى الله عليه وآله هو ابن عبد الله وعبد الله وأبو طالب كان أخوين لأب وأم يعني عبد المطلب سلام الله عليه كان له أولاد متعددون المعروف كان له اثنا عشر ولدا ذكرا لكن من أمهات شتى إلا أن أبا طالب وعبد الله كان من أم واحدة وسائر إخوتهما كانوا من أمهات آخرين وحينما التحق رسول الله بالرفيق الاعلى لم يكن احد اقرب الى رسول الله صلى الله عليه واله نسبا من علي بن ابي طالب ابن عمه. واما العباس عم النبي صلى الله عليه واله فهو من ام اخرى غير ام عبد الله، مضافا الى ان العباس لم يهاجر قبل فتح مكه وبفتح مكه انتهت الهجره لا هجره بعد الفتح والايه الشريفه تقول والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء فالعباس لم يهاجر وانما جاء الى المدينه بعد فتح مكه ولا هجره بعد الفتح لانه بمجرد فتح مكه انتهى موضوع الهجره فاذا هذه الايه تقول ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا والعباس لم يهاجر صحيح جاء الى المدينه لكن مجيئه كان بعد فتح مكه وهذه الايه استدل بها الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام لهارون العباسي لنفي ولايه العباس وميراثه من رسول الله صلى الله عليه واله إذا فأقرب الناس إلى رسول الله هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وهذه الآية في سورة الأحزاب، هذه الآية ترتبط بأسرة الرسول صلى الله عليه واله، وبالرسول نفسه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى من المؤمنين. له الولاية العامة والولاية الخاصة. أما الولاية العامة فهو حاكم من الله سبحانه وتعالى على الناس. وأما الولاية الخاصة فإذا قضى الله ورسوله شيئا لا يحق للإنسان أن يخالف ذلك الشيء. يعني الرسول قال لزينب بنت جحش وهي كانت بنت عمته تزوجي من زيد بن الحارثه. زيد بن الحارثه كان عبدا لرسول الله اعتقه رسول الله صلى الله عليه واله وتبناه قبل ان يلغي الاسلام التبني وما جعل ادعياءكم ابناءكم فرسول الله صلى الله عليه واله قال لزينب بنت جحش تزوجي زيدا زينب كانت ترغب في ان تتزوج من رسول الله صلى الله عليه واله. لكن الرسول قضى عليها هذا الامر. ونزلت هذه الايه وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخياره من امرهم. فزينب رضيت بما قضاه الله ورسوله فتزوجت زيدا. ابن الحارثة، لكن ما كان هناك انسجام بينهما، فبعد فترة طلقها زيد، والله أمر رسوله محمدًا صلى الله عليه واله بأن يتزوجها، في زواجها من زيد أولًا، ثم من رسول الله صلى الله عليه واله ثانيًا، إبطال لأمرين من أمور الجاهلية. أما الأمر الأول فهو أن المسلم كفء المسلمة زيد صحيح كان عبدا وقد أعتق لكنه مسلم وزينب بن جحش صحيح أنها من أشراف قريش لكنها مسلمة والمسلم كفء المسلمة وهذا كان أمر مستشري في الجاهلية الكفاءة العرفية الإسلام أبطل هذا الأمر هذا في زواج زينب من زيد ثم أمر آخر في الجاهلية كانت قاعدة التبني موجودة يعني واحد يشوف لقيط يشتري لعابد مثلاً أو شخص يتيم يتبناه الآن هم موجود في العالم التبني ويترتب على الابن بالتبني جميع ما يترتب على الابن بالنسب، النسب هم يستمر ذكرنا في الحلقة الماضية، أمية كان عبدًا روميًا تبناه عبد شمس أخو هاشم، خلص اعتبر ابنًا له، وبنو أمية من هذا العبد الرومي. الاسلام جاء والغى التبني وما جعل ادعياءكم ابناءكم بامر عملي حيث ان رسول الله صلى الله عليه واله تزوج زوجة زيد بن الحارثه بعد ان طلقها وكان زيد في الجاهليه ابنا بالتبني لرسول الله صلى الله عليه واله هذا الحكم ألغي لا يجري على الأبن بالتبني أي حكم من أحكام الأبناء هو رجل أجنبي لا علاقة له بهذا الذي تبنى زين. هذه الآية الشريفة في سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم له الولاية العامة والخاصة هذه الولاية من بعد رسول الله تنتقل إلى من؟ هل تنتقل إلى زوجاته؟ كلا وأزواجه أمهاتهم زوجات الرسول فقط نسبتهم إلى المؤمنين أنهن لا يجوز لأحد أن ينكحهن لماذا لا يجوز لأنهن كالأمهات الله سبحانه وتعالى اعتبرهن أمهات المؤمنين فقط في مسألة عدم جواز النكاح أما سائر احكام الأمهات لا تجري يعني هل زواجات الرسول كن محارم للمؤمنين كلا بل الآية الشريفة تصرح بأنه يجب عليهن الحجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلي يدنين عليهن من جلابيبهن. هل يرثن المؤمنين؟ يعني اذا واحد من المؤمنين مات زوجات الرسول يرثنه كما ان الامهات ترث كلا. وانما الامومه خاصه في مساله النكاح، وحتى العامه في رواياتهم رووا ان امراه جاءت وقالت لعائشه يا ام، قالت لست اما لك. أنت مرأة والمرأة محرم على المرأة معنى لا معنى للنكاح بين النساء وإنما نساء النبي أمهات المؤمنين بحيث أن المؤمنين لا يجوز لهم نكاح زوجات الرسول وفي آية أخرى ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا فإذا من هذه الولايه التي للرسول صلى الله عليه واله لا ينتقل شيء الى زوجاته فالى من هذه الولايه؟ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله علي بن ابي طالب رحم الرسول فهو لا فهو اولى برسول الله صلى الله عليه واله وكذلك من بعد امير المؤمنين الامام الحسن والامام الحسين وهكذا سائر الائمه واولو الارحام بعضهم اولى ببعض من كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين سائر المؤمنين هل لهم هذه الولايه؟ كلا المهاجرون هل لهم هذه الولايه؟ كلا الولايه لاولي الارحام إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف وهذا استثناء منقطع لكن افعلوا المعروف بالنسبة إلى أوليائكم الذين يحبونكم من المؤمنين من المهاجرين ليس لهم من الولاية شيء لكن افعلوا المعروف بالنسبة إليهم كان ذلك في الكتاب مسطورة هذه الآية ترتبط بمسألة الإمرة والولاية ولا ترتبط بالإرث اما الايه الاخرى التي هي في سوره الانفال {والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم} لكن الارث ليس بالهجره ليس بالجهاد الارث بالقرابه واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم يعني إذا واحد عنده ابن هذا الابن ليس بمجاهد لم يهاجر إذا مات الأب والابن مؤمن يرثه هسه عندنا مجاهدين عندنا مهاجرين هل يرثون هذا الإنسان؟ كله إذا هم مو من قراباته لا يرثونه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وسياق الآيتين يدل على ما ذكرناه فإذا الآية اللي هي في سورة, في سورة الأحزاب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله هذه ترتبط بالإمرة الخلافة فبعد الرسول أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وآله من؟ من حيث القرابة ومن حيث الاتباع أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام واولى الناس بامير المؤمنين من بعده الامام الحسن اولى الناس بالامام الحسن عليه الصلاه والسلام الامام الحسين وليس اولاد الامام الحسن الامامه من بعد الامام الحسن انتقلت الى الامام الحسين وليس لاولاد الامام الحسن لماذا؟ هذا اما تخصيص في هذه الايه لانه ما من عام الا وقت خص إحنا كثير من الايات القرانيه عندنا فيها تخصيص اولو الارحام بعضهم اولى ببعضهم في كتاب الله الا في مساله امامه الامام الحسين بعد الامام الحسن فالاخ اولى باخيه من الابناء هذا البعض قاله لكن يمكن ان يقال ان الايه ليس فيها تخصيص لماذا لأن الإمام الحسن أقرب إلى رسول الله، والإمام الحسين من بعد الإمام الحسن أقرب إلى رسول الله، يعني أولاد الإمام الحسن أبعد من رسول الله من الإمام الحسين، الإمام الحسين حفيد رسول الله، أولاد الإمام الحسن أبناء حفيد رسول الله، فإذاً هذه الآية كما تقول إن علي بن أبي طالب أولى برسول الله، تقول الحسن أولى برسول الله، تقول الحسين أولى برسول الله أيضاً. ومن بعد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كل ابن أولى بأبيه من غيره. فلذلك لا تعود الإمامة بعد الحسن والحسين في أخوين. أو تنتقل من الإمام إلى عمه، أو إلى ابن عمه. لا تنتقل إلى ابنه. مع وجود الابن، الابن أولى بأبيه من الأخ. أولى بأبيه من العم. أولى بأبيه من ابن العم. فإذا هذه الآية التي هي في سورة الأحزاب، كما أثبتت إمامة أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام وولايته بعد رسول الله صلى الله عليه واله كذلك تثبت إمامة الإمام الحسن وخلافته وولايته والإمام الحسين وخلافته وإمامته وولايته وكذلك أبناء الإمام الحسين زين هسه يجي السؤال السؤال أبناء الإمام الحسن وأبناء الإمام الحسين نسبة كليهما إلى رسول الله واحدة. يعني مثلاً القاسم ابن الحسن عليه السلام وعلي الأكبر ابن الإمام الحسين نسبتهما إلى رسول الله واحدة. كلاهما أبناء حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله. فلماذا الإمامة صارت من الإمام الحسين إلى أبنائه وليس إلى أبناء الإمام الحسن. الجواب على ذلك كما ذكرنا أن الإمام الحسن أولى برسول الله والإمام الحسين أولى برسول الله من أبنائهما. لكن بعد الإمام الحسين من هو أولى بالإمام الحسين؟ ابنه لو ابن أخوه ابن أولى به بالإمام الحسين فهذه كانت ميزة سببت أن يكون الإمام في ذرية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هذا من جانب الآية من جانب الروايات هذا السؤال كان مثار في عهد الأئمة عليهم الصلاة والسلام لماذا الإمامة جعلت في اولاد الإمام الحسين دون أولاد الإمام الحسن. الجواب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل ذلك. أنت لا تعترض على الله، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. يعني واحد يجي يعترض على الله سبحانه وتعالى لماذا اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران؟ لماذا جعلت النبوة في إبراهيم وذريته إسحاق إسماعيل يعقوب يوسف الأسباط في ذريتهم النبوة وهكذا تقدر تعترض عليه لا هذا نفس اعتراض اليهود كان أنه لماذا النبوة صارت في محمد صلى الله عليه وآله وهو من ذرية إسماعيل في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يجيبهم على ذلك ما معناه أنه كما أن الله سبحانه وتعالى اختار إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف واختار أنبياء بني إسرائيل في ذلك العهد في هذا العهد يختار محمد صلى الله عليه وآله للرسالة وهو من ذرية إسماعيل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار خلص بعد ماكو اعتراض هسه يمكن واحد يجي سؤال مستفهم سؤال استفهامي مو تعنتي نريد ان نعلم ما هي الحكمه في جعل الامامه في ذريه الامام الحسن الحسين عليه الصلاه والسلام دون ذريه الامام الحسن هنا بعض الروايات بينت جانبا من الحكمه وهي ان فاطمه سلام الله عليها حينما حملت بالامام الحسين علمت بانه سيقتل علمت بانه سيقتل فلذلك كانت في حزن فالله سبحانه وتعالى اراد ان يزيل هذا الحزن عنها وان يرضيها فاخبرها رسول الله صلى الله اخبرها رسول الله صلى الله عليه واله بان الله يجعل الامامه في ذريه هذا الولد الذي هو جنين وبذلك رضيت فاطمه سلام الله عليها وفي الحديث الشريف ان الله عوض الحسين عن قتله ان جعل الامامة في ذريته مضافا الى اثار اخرى. فاذا الله سبحانه وتعالى هو الذي اراد لا نعترض عليه. لكن الله بحكمه يعمل لان الله حكيم. جانب من هذه الحكمه انه تعويض عن استشهاد الامام الحسين عليه الصلاه والسلام. هذا من جانب من جانب آخر الأئمة من الإمام الباقر فما بعدهم أيضا من ذرية الإمام الحسن لأن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام تزوج فاطمة بنت الإمام الحسن وكانت عابدة زاهدة من خيرة النساء وهي أم الإمام الباقر يعني الامام الباقر حفيد الامام الحسين من ابيه وحفيد الامام الحسن من امه فسائر الائمه من بعد الامام زيد العابدين ايضا كانوا من ذريه الامام الحسن لكن من طرف الام الله سبحانه وتعالى هكذا جمع بين الامرين الحديث الاول الامام الصادق يقول لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين أبدا، لأنه في زمان الأئمة أحيانا كان بعض الناس يدعون الإمامة لبعض الذرية الطاهرة، زيد ادُعيت له الإمامة وهو لم يدعها، هو كان من فقهاء آل محمد وخرج بالسيف واستأذن الإمام الصادق في خروجه استأذن الإمام الباقر أخوه الأكبر الإمام الباقر لم يأذن له فصبر ثم بعد ذلك استأذن الإمام الصادق يعني ابن أخيه فالإمام أذن له بتفصيل ذكرناه في شرح أصول الكافي كان من فقهاء محمد وكان يدعو إلى الرضا من آل محمد لا يدعو إلى نفسه لكن بعد استشهاده ادُعيت له الإمامة. وهكذا بعض الذرية الطاهرة ادُعي لها الإمامة. لكن هذا الحديث وأمثاله ينفي الإمامة في أي أخٍ أو أي عمٍ أو أي ابن عم. لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين أبداً. إنما جرت من علي بن الحسين كما قال الله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ. في كتاب الله، فلا تكون بعد علي بن الحسين عليه السلام إلا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب، يعني تنتقل في الأبناء بشكل طولي، لا تنتقل بشكل عرضي، من أخ إلى أخيه. الحديث الآخر الثاني أيضًا عن أبي عبد الله عليه السلام، يقول أبى الله أن يجعلها لأخوين بعد الحسن والحسين. البعض هكذا يحلل لماذا الحسن والحسين كانا امامين البعض هكذا يقول تحليلا ان امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام كان معصوم وان فاطمه عليها السلام كانت معصومه فالحسن والحسين عليهما الصلاه والسلام من معصومين فالله سبحانه وتعالى باعتباره أمير المؤمنين وباعتبار فاطمة الزهراء جعل في أبنائهما إمامين. وهذا الأمر لم يحصل في سائر الأئمة عليهم الصلاة والسلام. كل إمام هو معصوم لكن زوجته ليست معصومة. طبعاً كانت أمهات الأئمة عليهم الصلاة والسلام في درجة عالية من الورع ومن التقوى. بحيث ان الله سبحانه وتعالى جعلها وعاء للامام اللاحق. لكن لم يكن بمنزله فاطمه الزهراء سلام الله عليها هي سيده نساء العالمين. فلعله هذا واي شيء اخر حكمه الله سبحانه وتعالى في ذلك. ابى الله ان يجعلها لاخوين بعد الحسن والحسين. الامام الحسن العسكري. عليه الصلاه والسلام. كان له اخ اسمه الحسين. الكثير لا يعلم هذا، لكن هذا موجود في كتب الرجال. وكان هذان الاخوان من العلم والورع بحيث كانا يشبهان بالحسن والحسين ابني امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام. لكن الامام الحسن العسكري كان اماما باستشهاده لم تنتقل الامامه الى اخيه الحسين ابن الامام الهادي وانما انتقلت الى ابنه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ابى الله ان يجعلها لاخوين بعد الحسن والحسين نسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا علما ومعرفه بهم هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين